صدمة جديدة في تونس بعد كشف تفاصيل الاعتداء الجنسي على 20 طفلاً بمدرسة حكومية بأحدى محافظات الجمهورية التونسية من قبل معلم. جريمة جعلت من ظاهرة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال تطفو على سطح المجتمع التونسي. الكارثة هذه مش في العدد متاع الأطفال اللي وقع الاعتداء عليهم، الكارثة أنه إنسان له سوابق في نفس السلوكيات هذوما. نعرف جيدا هذا الشخص المعتدي في مدينة صفاقس المربي الذي يتحصن بصفته المهنية والتربوية، هذا في الأصل لديه ملف سابقة للاعتداءات الجنسية، الأصل أن يبعد تماما عن فضاء الأطفال. نعرف مليح اليوم الوقاية تقتضي إبعاد كل من له شبهة لحماية هؤلاء الأطفال. المعتدي على الأطفال شخص مريض، ما يبانش اجتماعيا، اجتماعيا ما يظهرش عليه الشذوذ، يظن الناس أنه من يعتدي على الطفل باين عليه الشذوذ، هو إنسان عايش على هامش المجتمع وإلا عنيف وإلا لا لا لا، حد منا وإلينا وقت اللي تخزر له وتعطيه الثقة وتعطيه وتخلي صغيرك وما تفطنش به على خاطره مندمج في وسط المجتمع. الأطفال الذين يتعرضون إلى هذا العنف الجنسي سيدركون لاحقا يعني الاعتداء الذي حصل عليهم أو وقع عليهم، وهم في ذلك الوقت غير واعين تماما وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم. الإحصائيات تبين أنه ما بين الملفات اللي تتقدم قدام الأطباء الشرعيين التونسيين ما بين 70-80% من الملفات اللي تتقدم لهم سنويا هي تخص الأطفال. واقعة أثارت جدلا واسعا بالبلاد حركت معها الرأي العام التونسي مطالبين بتطبيق القانون على المعتدي جنسيا على الأطفال. غير الاغتصاب ديما نرجعوا ونقولوا تطبيق القوانين التشريعات القوانين، ريت لو كان زوز ثلاثة معناها يتشدوا بالقضايا ذوما تسمع بها خذيتوا لتون ولا تعدم ويقول لك اول العداء ممنوع ويتحكمش في تونس. طبق عند قانون، ديما نقول طبق القانون، طبق القانون تو تشوف تو الوليد صغير 5 و6 و10 سنين يبدا يحوس وحده ورا في الشارع حتى عقبة الليل ما يكلم حد. هما مش قضايا متاع اجرام، مش متاع واحد يرجع لخدمته، عنده عامين ولا ثلاثة هو قاعد يعمل في العمي، مش توا بركة راه. الأولياء يلزموا يتقدموا، الأولياء ما يلزموش يتكتم، يلزموا يتكلم يتقدم، أي سلطة قدامه أي يتكلم. لازمنا نكسروا جدار الصمت اللي حوم حول هالاعتداءات هذية على الأطفال متاعنا، لأنه هو السبب في تفاقم الظاهرة. ظاهرة التحرش الجنسي تتفاقم في ظل عجز التشريعات التونسية عن ضمان حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.